مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من صحافة الغد بنتناول فيها بالقراءة وتحليل أهم الأخبار والمقالات وأهم الموضوعات التي تهم المواطنين. البداية فيها بأبرز العناوين. من جريدة الشروق، السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا. اليوم السابع، جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من النواب تنطلق اليوم. الأخبار، انطلاق التدريب المشترك سيف العرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية. الشروق، الأرصاد، تحسن في الأحوال الجوية وتقلبات جديدة من الأربعاء. أهلا بحضراتكم. إلى التفاصيل، افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا بيتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية وتبني منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة. بتشارك مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات في فعاليات هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للاتصالات في إطار خدمة جهود التحول الرقمي والشمول المالي للدولة المصرية. قالت كمان المديرة التنفيذي للمبادرة الدكتورة هبة لبيب أن مشاركة المبادرة في فعاليات المؤتمر بتأتي من خلال ثلاث فعاليات في ساحة الابتكار بالمعرض، حيث تشارك المبادرة في ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيشارك فيها شركة برمجيات وخبير في التحول الرقمي. وأضافت كمان أن الفعالية الثانية بتتمثل في عرض لبعض قصص النجاح لرواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في مجال البرمجيات التي خرجت عن المبادرة وتقوم بمساعدة الشركات على التحول الرقمي. كمان الفعالية الثالثة هي تنظيم ورش عمل على هامش المعرض تحت عنوان خليج ديجيتال كن رقميا. طيب، للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروز اليوسف. أستاذ محمد، تحياتي، أهلا وسهلا. تحياتي أستاذ صوتي وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني أبرز ما يمكن أن ترصده أنت حول هذا المؤتمر والمعرض وتوجه الدولة نحو بناء المدن الذكية والدخول في عصر المعلوماتية بقوة. أنا خليني في البداية كده أتكلم ببساطة للمشاهد عشان أبسط له مفهوم النقل الذكي. صحيح. عشان يعرف والمواطن يعرف مصر بتعمل إيه وليه. المعرض اللي افتتحه النهاردة الرئيس اسمه معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته التالية. معنى النقل الذكي ببساطة كده هو استخدام التكنولوجيا وتطويعها في خدمة النقل. بمعنى ان حضرتك لو تفتكر زمان كنا بنعاني من عشان المواطن يعرف أهمية المؤتمر ايه النهاردة واللي احنا عايزين الرسالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من هذا المؤتمر، احنا كنا بنعاني لفترات كبيرة من الحوادث بسبب الأخطاء البشرية او تهالك المركبات او عدم وجود وسائل أمان في وسائل النقل المختلفة. النهاردة النقل الذكي ده هيقلل من العنصر البشري، لأنها تبقى عامل التكنولوجيا والحاسب الآلي عامل كبير هيقلل من العنصر البشري، وبالتالي هيقلل من الأخطاء اللي كانت موجودة في العنصر البشري من الحوادث، وهيزود النقل الذكي القيادة الآمنة. لما هنقلل الحوادث بالنسبة للشعب المصري بتعميم النقل الذكي، هنوصل حضرة المواطن لمستوى اللي بنسميه السلامة للمتنقلين، فهتكون انت آمن على نفسك وعلى أسرتك وانت راكب وسائل النقل الذكي. ده كمان هيخلينا نحسن مستوى الحركة العامة سواء في الطرق او الكباري او الشوارع او حتى في وسائل النقل العام او حتى في القطارات.
ده برضك معناه من الاخر كده فكره الزحام اللي كنا بنشوفه باستمرار، هنقلل الزحام المروري والتكدسات المروريه اللي كنا بنعاني منها. طيب لما اجي اتكلم عن قدره وسائل النقل الحاليه على استيعاب المتنقلين، الناس انا وحضرتك كنا نروح نركب المواصلات العامه او القطارات او المترو في اوقات الذروه والناس خارجه من شغلها او الناس راجعه من شغلها، نقول احنا واقفين بالساعات مستنيين مركبه او وسيله مواصلات تروحنا او تودينا شغلنا. طيب النقل الذكي ده هيعمل ايه في النقطه دي؟ هيساعد على توفير طاقه استيعابيه اكبر وبكفاءه اعلى. وعندي امثله، المونوريل الجديد او القطار الكهرباء السريع اللي هيربط العين السخنه بالعاصمه الاداريه الجديده، او حتى وسائل النقل النهارده اللي الريس شافها النهارده المخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه. الكلام اللي بقوله لحضرتك ده من الناحيه الاجتماعيه والسياسيه كانت رسائل من هذا المؤتمر. طب في شق اقتصادي ممكن انا كمواطن ودوله نكسب من وراء النقل الذكي؟ ما انا لما بعمل لك نقل ذكي هخفض استهلاك الطاقه الخاصه اذا اعتمدنا على السيارات الكهربائيه صحيح. او على الغاز الطبيعي، هحسن بقى حاجه مهمه جدا الانتاجيه الاقتصاديه للمواطن، بمعنى لو عندي نقل ذكي هوفر وقود، هوفر في زمن الرحله للتجاره البينيه، هشجع الاستثمار واحسن مناخه، هزود الانتاج. ما احنا كنا قبل النقل الذكي مضيعين وقتنا في المواصلات وفي الزحام المروري، النهارده كل ده هوفره على المواطن وعلى الوطن وعلى المستثمر سواء مستثمر داخلي او خارجي. يعني ده باختصار اللي كان بيحصل. طب لو اتكلمنا النهارده يا استاذ سعود على نقطه مهمه اللي هو مثال حي اللي احنا بنتكلم عليه، فاكر احنا كنا بنعاني لفتره طويله من حوادث القطارات بسبب العنصر البشري صحيح. النهارده مع النقل الذكي ده هتتغير نظام القياده العشوائيه للقياده الامنه، وبالفعل بدا يبقى في قطارات داخل مصر بيتحكم فيها الحاسب الالي والتكنولوجيا بصفه كبيره، وبالتالي حتى لو السائق القطار تجاوز السرعه المقرره كان زمان بيعمل حادثه، النهارده فورا هيتم تفعيل فرامل الطوارئ دون تدخل من السائق. طب كان عندنا مشكله في الاشارات، يقول لك الاشاره فتحت ومراقب الاشاره ما خدش باله ان القطر جاي، وكان بتحدث ساعتها يعني بتضيع ارواح وترامت عشرات الجثث وربما تفحمت، النهارده عاملين نظم اشاره الكترونيه بندرب مراقب الابراج على كيفيه التشغيل الامن للاشارات، بمعنى ان الاشاره اليوم ما فيهاش تدخل عنصر بشري، هيتحكم فيها التكنولوجيا الاتصالات بس، وده هيؤدي للسيطره الكامله على حركه القطارات وبالتالي منع الحوادث حفاظا على ارواح المصريين. ده بس مجرد مثال. ولو اتكلمنا بقى على المونوريل واتكلمنا على القطار السريع ولو اتكلمنا على البوابات الجديده لحجز تذاكر القطار والمترو اللي هتمنع المزوغين اللي كانوا بياخدوا بيخشوا يركبوا القطر او المترو بدون تذكره، كل ده له عائد اقتصادي كبير على المواطن والوطن. أنا بشكرك جدا الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروز اليوسف، شكرا جزيلا. في اليوم السابع والتفاصيل، وزير التنمية المحلية بيوجه بالتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان الانتخابية والوطنية للانتخابات، تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا. بتنطلق جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب المقرر لها الاثنين والثلاثاء في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح، فيما غابت محافظة البحر الأحمر عن جولة الإعادة بعد حسم النتائج من الجولة الأولى، حيث شهدت المحافظات استعدادات مكثفة خلال الساعات الماضية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية وحظر أي أشكال للدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية. كمان مراجعة الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الأولى لتفادي أي سلبيات وتعظيم الإيجابيات التي تحققت، وذلك في ضوء استعدادات وزارة التنمية المحلية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى.
شدد كمان الوزير شعراوي على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وقال كمان أن دور الأجهزة المحلية تنفيذ فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراقي دون الانحياز، وأشار إلى أهمية إلزام الناخبين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمقر اللجان الانتخابية. بنروح للأخبار بمشاركة مصر والسعودية والإمارات والبحرين والسودان. انطلاق التدريب المشترك سيف العرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية. انطلقت فعاليات التدريب المشترك سيف العرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية وبمشاركة مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، وبتستمر فعاليات التدريب حتى الخميس القادم. اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب. بتتضمن المرحلة الأولى من التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، وذلك أثناء تنفيذ كافة المهام التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة في التدريب لمستوى راقي واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية. وبيأتي التدريب سيف العرب استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة. الجريدة الأخبار، التموين بتتلقى اليوم طلبات المشاركين في الجمعة البيضاء. يبدأ اليوم تلقي طلبات تخفيضات الجمعة البيضاء تنفيذا للقرار الذي أصدره الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وقامت مديريات التموين والتجارة الداخلية بتلقي طلبات المحلات الراغبة في الاشتراك في تخفيض أو تخفيضات الجمعة البيضاء، وبيستمر تقديم التخفيضات لمدة أسبوع حتى نهاية الشهر لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب والغش. وطالب كمان الوزير مصلحي بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين للاستفادة من الجمعة البيضاء في الحصول على احتياجاتهم والاستفادة من الخصومات المقدمة، وأشار إلى تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وأصحاب المحلات وإعطاء الموافقة بتقديم التخفيضات وإعطاء الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات، وذلك لضمان إحكام الرقابة والتفتيش. بنروح للشروق، الأرصاد بتقول تحسن في الأحوال الجوية وتقلبات جديدة من الأربعاء. الري ترفع حالة الاستنفار العام للتعامل مع السيول، والتنمية المحلية مواصلة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع. ذكرت وكيل مديرية الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر أنه من المتوقع أن تستمر حالة التحسن في الأحوال الجوية اليوم وغدا مع احتمال فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري في أوقات متفرقة من اليوم مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية. وأضافت كمان شاكر في تصريح للشروق أنه مع نهاية الأسبوع وبداية من الأربعاء القادم ستشهد البلاد مرة أخرى حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، بتبدأ بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية بمحافظات السلوم ومطروح والأسكندرية، بتمتد إلى محافظات الوجه البحري على أن تشهد القاهرة أمطار خفيفة إلى متوسطة الخميس القادم. وعن انخفاض درجات الحرارة، أفادت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بأن درجات الحرارة لن ترتفع خلال الأيام القادمة وستظل منخفضة، مقدمة النصح للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية وخاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.
ومن جهته كمان أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم استمرار الأجهزة التنفيذية في شفط ورفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع التي تعرضت لموجة الطقس السيء وسقوط الأمطار خلال اليومين الماضيين، وبخاصة محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والجيزة والقاهرة. كده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من صحافة الغد. بكرة بإذن الله فريق عمل جديد وأخبار جديدة. حتى نلتقي، شكرا لكم وإلى اللقاء.